عايزه اسال الدكتور فتحي يعني ليه الضجه دي كلها حصلت؟ طيب وهل فعلا اليوتيوبرز بيكسبوا هذه الملايين؟ طبعا طبعا. ايه هقول لحضرتك. بص يا فندم، خلينا بس في الاول يعني ادي امال حق، احنا يعني انا نطلع ما عينينا. دي اشكاليه في الاعلام لازم ان احنا ومفيش يعني، نحط لها وبعدين ايه معايير. المشاهدات بقى؟ طب ما اشرح لحضرتك يعني باختصار بلاش شديد نلغي جدا. بقى احنا الشاشات بقى احنا والاعلام نتوجه ولا لشكل ايه؟ الرقم، يعني نتوجه لشكل لا الرقم. طبعا انا بهزر، يعني انا مش ممكن، لانه انا معلش يعني انا بقطع كلام حضرتك، بس هو علشان الناس تحقق المشاهدات دي بتبقى طيب المغزى، والكونتنت اللي بتقدمه هو كونتنت غير راقي وغير مناسب للاسر العربيه، ده مش هقول حقيقي الاسر المصريه بالمره، وبيضطر يقدم حاجه يعني انا مش بقصدك يا مختلف. لولا، هو لانه اصلا انا مش كلنا، انا مش واخده الكلام لا مش علينا، مش مختلفه كلنا. معلش في اللفظ، شاذه علشان اتفق يخلي مع الناس، حضرتك. يلفت نظر الناس وتتفرج. من هو بيعمل مشاهدات من ايه؟ مشاهدات من تقديم محتوى عادي وبس. عايزه اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، اتفضل. انا معايا موقع يعني بيبين اليوتيوبرز دول بيكسبوا كام تقريبا سوشيال بليد حضرتك. بالظبط نتكلم من الاخر على فكره، كل الناس عارفه وكل احنا يعني عاملين ومنهم المعلومه. ضفتي، ما احنا لو خدنا اللينك بتاعها نقدر نعرف ومنهم ضفتي. الضيفه ما عنديش مشكله في ده. طب على الهوا نبص مع بعض. اتفضل. طيب اتفضل اتفضل اتفضل، معلش نشوف. ممكن تشرح لنا يا دكتور ده ايه؟ المشاهدات والفلوس اللي داخله والصفحه بتاعتها بدات امتى؟ يعني طيب فهمنا، اشرح بص لنا. يا فندم، يعني انا يعني قبل ما اشرح لو حضرتك تسمحي لي بس في عجاله سريعه ادي بس هنت لحاجه بسيطه، ان احنا دلوقتي المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، المحتوى المرئي تحديدا، اصبح جزء من وسائل الاعلام. يعني الاعلام الاجتماعي اصبح وسيله اعلاميه من وسائل الاعلام اللي احنا بنشوفها زيها زي الجرايد، زيها زي التلفزيون. فبالتالي ان اصبح المقدمين لهذا المحتوى يجب ان هم يتعاملوا زي الطريقه اللي بيتعامل بيها القنوات التلفزيونية أو حتى البوابات الإلكترونية وكذلك الصحف. الكلام ده معناه إيه؟ احنا دلوقتي ما حدش يقدر ينكر ان شبكات التواصل الاجتماعي اصبحت جزء اساسي من اسلوب حياتنا. احنا تقريبا بنعمل طبعا كل حاجه في حياتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، بنتواصل من خلالها، وده مش عيب طالما انا بصلح في الاعلام محترم. دلوقتي على فكره، حاضر يا فندم. نعم؟ انا بس هي يعني رقم واحد في الاعلام اسمحوا لي بس دلوقتي. اعبر عن وجهه نظري عشان خاطر نوصل للبوينت الاساسيه. بنتواصل من خلالها، بنشتغل من خلالها، بعمليات البيع والشراء تمت من خلالها. فبالتالي اصبح ان النمط الاعلامي ده هو اصبح وظيفه موجوده في البيئة الإعلامية بشكل عام. النقطة المهمة بقى اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان هي لما تحولت لوظيفة او تحولت لمصدر او شكل اعلامي من الاشكال الإعلامية المتواجدة، فبالتالي كان يجب ان احنا يدخل ليها جزء من الاجزاء التنظيمية. الجزء بتاع مصلحة الضرائب اللي بيتكلم عليه، مع احترامي للقرار او للبيان اللي طلع، انا شايف ان هو جزء من حوالي 3 أو 4 اجزاء اساسية. بمعنى ايه؟ ان اي واحد بيقدم محتوى زي ما حضرتك اشرت في البدايه بالكلمه بتاعت حضرتك، انت بتتكلمي على ان المحتوى اللي فيها محتوى غالبيته، يعني غير نقدر لائق نقول وما ينفعش، اكتر من 98% من المحتوى ما ينفعش المقدم يدخل بيوتنا. بالظبط، هو محتوى غير لائق موجه للاطفال والمراهقين في المقام الاول. أي. طيب فبالتالي احنا يجب ان يعني دي الطبقه السهل اللي انا اشدها. بالظبط، وهي الاكثر مشاهده. أغريها. هي الاكثر مشاهده وهي الاكثر تاثرا كمان. فانا لازم ان انا اخد مجموعه من الاجراءات. اول اجراء زي ما بيتم في عدد كبير من الدول، وممكن نبقى نعرض لتجربه من التجارب، على سبيل المثال مش اي حد متاح ليه ان هو يبقى انفلونسر. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يجب ان يكون ليه دور في الدوله المصريه ان هو ينظم هذه العمليه. بمعنى ايه؟ ان اي واحد عايز يبقى انفلونسر لازم ان هو يتوجه للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، يحصل على تصريح بمقابل مادي معين يتم الاستقرار عليه، ويتم متابعه المحتوى الذي يتم تقديمه لضمان انه لا يتعارض مع قيم الدوله المصريه ولا يتعارض مع القيم والعادات العربيه بشكل عام. دي أول لا نقطة. هنا أي حد بيعرف يعمل أكاونت على اليوتيوب ويعمل قناة وتشانل وبيشتغل. هذا الأمر غير صحيح، احنا بنتكلم على الوضع الصحيح. التاني نقطة، أنت حضرتك غير صحيح. ما هو أنا بقول لحضرتك الوضع ده غير سليم. مظبوط. مش صحي، يعني مش هو ده الوضع اللي يجب أن تكون عليه التجربة. الحاجة التانية، أنا دلوقتي كمقدم محتوى لو أنا جيت قدمت المحتوى بتاعي ودخلت في الجوانب الإعلانية، أبتدي إن أنا أدخل برضو بتصريح آخر ان انا اتحول من
التجربة الإخبارية الإعلانية إلى التجربة الإعلانية، وبالتالي يجب أيضا أن أحصل على تصريح آخر. الحاجة الثالثة بقى اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الجزء الخاص بالأرباح. أنا دخل عندي الأرباح، دخل عندي مجموعة من الأرباح، الأرباح دي يجب أن هي تخضع وفقا للقانون زي ما معالي الدكتور قال، تبتدي بقى تدخل للجوانب التنظيمية. وعلى فكرة احنا مش بنخترع العجلة، يعني احنا التجربة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي مش تجربة، يعني في دول عاملة ده يا دكتور؟ في تجارب كثيرة. زي مين مثلا؟ الإمارات على سبيل المثال، الإمارات من أبرز التجارب العربية المقدمة في هذا الأمر. الإمارات أنت حضرتك عشان تبقي انفلونسر أو بلوجر أو صانع محتوى بشكل عام، بقى الأمبريلا الكبيرة اللي احنا نقول عليها صانع محتوى، اول حاجه حضرتك بتعمليها زي ما قلت لحضرتك في بدايه حديثي، انت حضرتك زيك زي اي وسيله اعلاميه اخرى، يجب ان تحصلي على ترخيص لممارسه هذه المهنه. فاول حاجه بتاخدي التصريح، تاني حاجه لو انت تحولتي للجانب الاعلاني بتاخدي التصريح الاعلاني، ومن ثم بقى موضوع الملايين اللي هي بتدخل. وبالمناسبه انا عايز اقول لحضرتك ان لا، ان فعلا في ملايين بتدخل لي عدد كبير من مش بنقول بقى الانفلونسرز، ممكن نقول صانع المحتوى، يعني في ممثلين، في نجوم، مغنيين بتتحسب ليها. هو ده كله بيندرج تحت طائلة القانون الجديد؟ طبعا يا فندم، اي حد يحقق ارباح، يعني لو فنان او مغني او 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 بالظبط، اي حد يحقق مشاهدات ويدخل ده المفروض الوضع القائم، الوضع السليم، ان اي حد بيحقق مشاهدات من خلال البلاتفورمز، السوشيال ميديا بلاتفورمز بشكل عام، وبيتعامل تحديدا مع حساب الادسنس، بيبتدي ان هو ياخد فلوس، بيبتدي يقتطع منه